لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا. يلا بأستاذ سلام. اهلا اهلا فيك والله. يعني الصراحه انا اللي شجعني اجي لعندكم لهون هو معرفتي بالدكتور عماد وامين وتشجعت اكثر وحسيت حالي انه واحد منكم وفيكم من بعد ما حطيتوا لي كمان هالشماغ والعقل. الصراحه انا ما شعران بحالي غريب نهائيا بيناتكم. حاول تكون مختصر وحاسم لأنه بيفهمك غلط بعدين. قلنا لك أهلا وسهلا. قالوا لي إنك جاي محضر خير مشان عرس أمين، واسطة يعني مشان يعمل العرس مطرح ما هن بده. بس أنا بدي أطلب منك ومن حكمتك إنك توقف معنا مشان العرس يصير مطرح ما نحن بدنا. يا أكارم يا أكارم، بس فهموني، أنتم مختلفين على مطرح العرس ولا على سعادة ابنكم؟ على مطرح العرس طبعا. خراس على مكان العرس يابا. وانت خراس، نحن مختلفين على مطرح مكان العرس ومختلفين كثير مش شوي. وانا مختلف معكم كلكم. بشو مختلف معنا بلا صغرى؟ هلا انتم بتقولوا ما بيصير العرس الا هون، وهن بيقولوا ما بيصير العرس الا هني. فأنا مختلف معكم على الما والإلا ومتفق معكم على كل شيء. هذه شلون قلت أستاذ سلام؟ إلا وما أداة استثناء تفهمش فيهم. هلا نحن يا أكارم إذا كبينا الما والإلا بيصير العرس هون وبيصير العرس هنيك. بقى بتمنى منكم ما أطلع من هون وأنا خايف. عرسين؟ طيب تك يعني إذنك. تفضل. أهلا وسهلا بالأستاذ سلام. أهلا يا حي الله يا حي الله والله. هلا هلا، اسم الله عليكم. لك يعني كلياتكم هيك بتشبهوا بعض؟ إيه، ما نحن قرايب. سيد سلام، عادة زواج الأقارب بيورث هيك حالات، وهي حقيقة مثبتة علميا. بلا فلفسي إسا، بلا فلفسي. مش عم بتفلفس إسا. هذا اسمه أكل هوا وفلفسي. استحي على حالك. شرب شاي. استرام شاي. أهلا وسهلا. هلا. عرسين دفعة واحدة، كل شي ببلاش كتر منه. دخلك؟ وين عرس بالأول؟ عرس الضيعة. أنا ما عم بفهم ليش زعلانة؟ شو بدك أحسن من هيك؟ بتروحي بتعملي بروفة هنيك وتجي لهون على الجاهز. مزبوط. هلا المهم، أنت حتروحي؟ طبعا بدي روح. قال حتروحي. إيه، إذا أنا ما وقفت جنبك مين بده يوقف جنبك؟ دخلك عبير ولا جيجي؟ نشبنا نحنا؟ نشبنا أهلا. هلا كل شي لك بتعرفيني، شفتي حدا من أهلي هون؟ ما في غير أنا وأختي ناهد لحالنا بس. أي وحلو الاختصار، ليش لا؟ والله هيك أحلى. ليش وكتري العالم؟ أي قلتك. عبود عبود. ولا أمين وينك لسا؟ وقاعد عم تجحر منيح؟ ما فاق جدي. ليش نايم؟ نايم صاروا زمان. منيح، فوت
ايه وين حضرتك كنت لهلا؟ خلصت دوامك ان شاء الله بالعيادي؟ فاك اشتخرس وتفوتنا قبل ما يفيق جدي؟ اه تفضل. يا زون حبيبي تعا اشرب قهوة. شكرا حبيبتي، شكرا عزرتك معي بالفائقة. بالعكس حبيبي، شكرا لك لانك فقت. شو عفوا، لا ولو شو يعني، بتعرفي انه مو نايم طول الليل؟ ايه عادي، اكيد كنت عم تراجع حساباتك. ايه الحقيقة لازم الواحد يراجع حساباته كل فترة مشان ما يصير عنده تراكم أخطاء. أوه شو طلع معك بعد هالجردة؟ حبيبتي طلع معي إنه أنا فعلاً مقصر بحقك شوي. شوي؟ يعني حاسس فيكي، حاسس إنه ما عم يصح لك تقعدي معي الوقت الكافي بالبيت. عادي حبيبي عادي، انت مشاغلك كثيرة. مشان هيك قررت اخذ اجازة واقعد هيك بالبيت انا وياك شي 10 ايام. عن جد حياتي؟ عن جد يا زون؟ ان شاء الله بتقبلني يا زونتي. بس بالاول حبيبي شو رأيك تروح مشوار شي ساعتين ثلاثة أربعة وبعدين بترجع؟ يلا قوم تقبرني. اوكي كمان بيصير يلا. لك إن شاء الله بيقبرني المتفهم، إيه؟ عم أقول ليش عم تفيقني من الساعة 9 ومساوي القهوة كمان؟ لا هاي سابقة خطيرة، وصلت معها تقلعني برات بيتي، ووصلت معي أنا إني أطلع ذليل. أنا برجيكم يا أولاد هادو. أسعد مرني أستاذ. كيفك؟ يا هلا. تمام؟ الحمد لله تمام. لك أخ أسعد، حقيقة معزتك كتير كبيرة على قلبي، مثل معزة الجيران وأكثر. الله يخلي لي إياك يا أستاذ. الله يسلمك خليك. عاوز شي؟ والله يا أستاذ سلامتك، يعني الجماعة فوق مو ناقصين علي شي ومعتبريني واحد منهم. يا أهلا وسهلا. عاوزك بخدمة إذا بس هيك تعمل لي مسحة للسيارة. أخوي ها؟ تكرم عيونك يا أستاذ، على راسي. شكرا. تأمر. شكرا.
أهلين أستاذ سلام. أهلاً يا هلا. الله يعطيك العافية. ليش تارك الاستديو طالع لبرا واقف هون ها؟ عمو سلام ما في شغل. شلون ما في شغل؟ عبير وجمال مو جوا؟ بلا جوا. لكن شو عم تساووا؟ عم اشتغلوا شغل تاني. شغل تاني؟ اي والله. امشي معي بدك تحكي لي كل شيء هلا، يلا. عمو هدول عبير وجمال هن اللي خففوا الشغل. قال شو؟ مشغولين بعرس امين ورحمه. بعرف بعرف يا عباس بانه مردودهم بالشغل خافف كثير هالايام. عمو خصوصي جمال مردوده خافف كثير لانه ما عاد رد على حدا من الزباين. لا لا ما عليه الحق. لكن هيك عم يعمل جمال؟ ايه ايه عمو ايه. بسيطة بسيطة يا جمال افندي. هو هذا اللي انا حاطط كل ثقتي فيه. خلصنا يا استاذ جمال. عفوا انا مالي فاضي هلا، انا عم بفطر. بعدين ما عم بفهم، انتو ما بتتذكروا تكبروا صور غير بس تموت العالم؟ كبروها هن عايشين شبكن. بس يا استاذ جمال. يا حبيبتي يا روحي يا عيني يا مدام، ما سمعتي الاستاذ شو قال لك؟ روحي كبري صورك بغير استوديو، نحن اليوم للاحياء، تعي يوم الجمعه. قلت بري كولك يلا الله معك الله معك يلا روحي الله فاضينا هلا يلا افطار علينا ان شاء الله. رجعوا على الغداء. لك على سيرة الغداء شو بدك تتغدى اليوم؟ والله جاي على بالي سودا وبطاطا. بعد لحم ما بحب السودا. والله طيبة. نقلك شغلة ثانية. مثل ما عم قلك لك. خلص انت جيب محاشي. طب دلي ايدي لي. لك هلا انت متأكد من هذا الحكي؟ متأكد 100%، في أكثر كمان. احكي احكي لشوف احكي. ما بتلوم؟ لا ما بلوم. اخ يا عمو، الخميس الماضي. ايه. هذا وصل وبعد ساعتين بتجي تستلمه. شكرا. اهلا وسهلا فيك، نورتنا. عبوره انسخي لي هدول الصور لتنزلهم على الدفتر. لا طول لي بالك، زبون انه وزبون الاستوديو. فيك يا جدبه، هاي الرزق الله حصى فيها، شو بدنا بالزلمه؟ سلام على حفه قبره ومعه مصاري، نحن اللي بدنا نعيش. لك اذا دري سلام بيخرب لنا بيتنا انا وياك، بيطلع علينا كسر اكثر من حق الاستوديو. لك ما راح يخرب لنا بيتنا، الزلمه لا بيدقق لا بدفاتر ولا بسجلات، ما ضل اياها مصالحه. فعلا الرزق الداعشه بيعلم الناس السرقه. عفوا سوري شو سرقه؟ هي اسمها شطاره. ايوه لك اذا هيك زبونين انا وزبون يعني. خدي هاي حلوان، واحد اثنين ثلاثه اربعه امسكي ان شاء الله بتكون شو هالايدين. واحد اثنين ثلاثه اربعه، ها نص بنص. الله يخلي لي اياك يا رب. انت ضلك حليبي معي صافي والله. خليك تقطر ولا حتى مزعل ثاني. حبيتك. لاما لك يخرب بيته هالجمال فوق قلة المردود، ندالة وقلة أمانة كمان، وبده يورط عبير معه. أوهو يا عمو بده يورط عبير؟ أصلاً عبير شبه عبير احكي. خلاص عمو ما في شيء، طنش طنش يطنشك أبو خبيث. احكي ولا أحسن مش لك خليتك احكي. يا عمو الخميس الماضي ايه أنت رحت من هون؟ ايه وهنن إجوا من هون. هنن مين ولا؟ هنن ايه. هاي نينا سلام. لا سلام. بس يجي حدا من الزباين؟ اي شو فيك؟ اهلا وسهلا، مرحبا بكل الزباين حبيبي. شو عملت لك يا سردينه؟ ما عندي شيء. ضبطينا النار هي. يلا 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 بس انت ليش ما خبرت عن هالشي بالاول؟ اوهو يا عمو شو بدي اتذكر؟ لا اتذكر. انت بتروح من هون وهن بيفلتوا من هون. لا وفوق هيك الخميس الماضي. اهلين عمو. اهلين عمو، شو هيك انت؟ كنت عند رحمي. بتعرف هلا هي مشغوله بقصص العرس والجواز وهدول الشغلات. ايوه. والسيد جمال وينه؟ يلا دقيقتين وجاي. اسمعي يا عمي، لبين ما يجي جمال بتضب اغراضك كلها الموجوده بالاستديو. ليش عمو؟ نفسي وبس. قول شو يا جماعه؟ سوري تاخرت شوي. كيفك عمو؟ كانك جاب كثير اليوم. ليك جمال بتضب كلاكيشك وبتنقلع من هون. يلا كلاكيشك. كلاكيشي انا؟ شو يعني؟ ما بعرف. لك بتعمل مثل ما عملت شريكتك ونقلع. يلا
عمو عمو سلام، انت عم تحكي عن جد؟ لا انا ما عم بقدر صدق. خلص جمال، خلص ودنك انقب غلطك من اعمل هون. يلا يا عمو، بس انا ما عندي غلط. لانك عم تسرق وتودي لامك حرامي. انا عم تسرق لكن انا لا اشو لك. لا يا جمال الكلب، طيب يا جمال الا مع لطك الا عليك حرامي. شو بك سلام؟ جنيت لك؟ شو جنيت؟ جنيت وهسترت عبير وجمال طلعوا ناس حراميه. شو؟ طول طول بالك يا استاذ سلام، يعني بجوز انت غلطان. بتحكيش هيك يا سلام، هذا حكي كبير، لازم تراجع حساباتك قبل ما تطلب العالم. روح انت راجع حساباتك وشوف اذا المي عم تمشي من تحت رجليك مثل ما كانت عم تمشي من تحت رجلي انا، وشوف جماعتك إذا عم يسرقوك ولا لا. لك إذا جماعتي هيك جماعتكم أضرب. نحن أضرب؟ عمو سلام شو صار لك من الصبح؟ خسيلك ولا جيجي؟ أنا مو مثلهم. مو مثلهم قلتي لي؟ ليش مو شايفين نحن كيف الزباين بتروح قبل ما تيجي معلمتك؟ لك فاتحة صالون موازي بتحط الغلة بجيبتها. وليه؟ والله أطلع بروحي. رحمي روحي جيبي لي السجلات لأشوف. بالله شو؟ شو فاكرني دكتورة بعالج المرضانين وبحط الغلة بجيبتي؟ لو سمحت عمو سلام أنا مالي مثلهم. خلاصي لك مثلهم ونص. شو ما شايف أنا كيف عم تاخذي براطين من الزباين وتحطيها بجيبتك لحتى تدخلي مريض محل مريض؟ يا دكتور عرفت بقى ليش عم تخبزها بعينك؟ أنا يا عيب الشوم عليك وأنا اللي طارح ثقتي فيكي يا رحمي. طلعتي من برا هلا هلا ومن جوا يعلم الله. أنا استغفر عماد، ما قصدي شيء أبدا. يعني رحمي حرامية؟ تخلع عيني وتثبت العكس. أنا ما بدي أخلع لك. يا بنات اطلعوا لعندي فورا احسن ما تصيبكم شي طايشه. ولك يلا لك. ليش هيك صار؟ عينه طرقتنا. وليه عبير؟ عن جد عم تلعبي بالسجلات؟ لعبت مرة واحدة بس. هي أنا كمان بشر مالي ملاك. لعيبة شاطرة. يا عيب الشوم عليكي. الخلاصة؟ ما بقى في عرس. شو؟ يعني أنا ما عاد روح على عرسك؟ وما عاد غني وادبك وارقص لك يا شماتت يا زنفيني. اصلا هو كان قاتل حاله من شان ما احضر العرس، لكن ما بده يعني يروح. قال عباس شوفي لك برا برا لحقوا على السريع قدروا معنا برا. قدروا برا سواري حلال. الله يستر لقيتها. هذا هو الحل، الخل. لأنه دود الخل منه فيه ماشي. والله والله لخليكم تطحبشوا بعض طحبشة ما تلاقوا حدا يفك بيناتكم. يا أسعد أسعد أستاذ يزن. أيوة خلص السيارة. شكرا يعطيك العافية. الله يعافيك. كثير عزبناك معنا. الله يخليك يا استاذ. قديش بتريد؟ بعتذر منك استاذ، الجماعة فوق وصوني انه ما اخذ منك اي شيء مقابل اي خدمة بقدمها لك. لك شو هالحكي؟ مستحيل يا زلمة ما نعطيك شيء. لحظة شوي. كان معي ليك. سلمني على الجماعة. الله يسلمك استاذ. الله معك.
شرف استاذ شرف. اهلا وسهلا فيك. هدول ساعتين وبيكونوا جالسين. تفضل. شكرا لك. اهلا وسهلا يا هلا. كثير حلوه ريحه العطر اللي حاططها. شو هي؟ هي جافينشي. في منها نسواني؟ في منها بس انت لا تشتريها، برشوكي انا جبت لك اياها. اي شكرا. اهلا وسهلا فيك. يعطيك العافيه. الله يعافيك. يا سلام. قومي بروزين لنا صورة عمو أبو عدنان المرحوم. دخيل عينيك. الله يوفقك جمال. بروزهم أنت؟ ايه. أنا بدي أطلع شوي لعند قهوة، من بعد إذنك طبعاً عمو. ايه روحي عمو بلا بروزة، هلا جمال ببروزة. يلا ما بطول. عمو سلام، كثير هيك؟ يعني أنا بدي بروز وأنا بدي صور وأنا بدي أشتغل على الفوتوشوب، سوري يعني. شباب انت يا جمال شو استاذ من هلا عملت ده؟ لا 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 حتى لو ما سجلت اسمي يا حي الله مع السلامة. شو باكن يا جماعة؟ شو باكن؟ على مهلكم. واقف برا انا قبليها. وإذا واقف أنا بحدد، أنا بقول أنا سجلت اسمي قبله. على راسي على راسي، ما قلناش شيء، ما الكل بده يمشي. شو باكن؟ ومن اليوم رايح أنا بدي أشتغل محل السكرتيرة ومحل الدكتور. منيح هيك لحتى الخانة بتخلص شهر العسل تبعها. إسا دور مين؟ دوري. دوري دوري يا أخي اسكتوا عاد، اسكتوا. أنا بحدد دور مين. تفضلي يا حلولي. دور الأخرى. لا اسكتوا عاد. لا والله فيقته من الساعة 9 الصبح وما حكى شيء أبدا، أو بجوز ما استرجع. قلت له يلا حبيبي قوم حمل حالك وروح، لأنه أنا عازمة البنات على الفطور مشان نودع رحمة. وهيك رضي بهي السهولة؟ أي رضي، وكان كتير متفهم. ما عم تروح من بالي، لكن أنا اتقلع من بيتي من صباحيات الله مشان صباحية رحمي خانم. لكن أكيد هلأ بيكون الفقش والرقص شغال على أبو موزة لهون بالعادة، لأنه ما أنا راجع بالبيت يا ست الحسن، لا بعد ساعتين ولا بعد 10 ساعات. معلم أعطينا 10 قهوة. على عيني. بقى شو رأيكم بما أنه يزن ممكن يتأخر بالليل، نعمل هيك حفلة صغيرة، لأنه بجوز ما روح معكم على العرس. ولي أروى قومت الدنيا مشان عرسي وهلا عم تقولي لي ما بدك تروحي؟ لك لا مو أكيد يعني، بس لسه ما قررت. ليكي أروى إذا أنت ما رحتي أنا مالي رايحة. أيوة بالله إذا ما رحتي ما في عرس بنوب، بدك تروحي غصبا عنك. لك ما اختلفنا، بس جوزي يعني. ليكي حبيبتي جوزك ما بده يروح يصطفي ينباع بالعزاء، أما أنت بدك تروحي. إيه معقولة يروح بدونه؟ لا يا اسمعوا للحكي، لكان هو بيروح بيسكر بالبارات وانت على عرس رفيقتك ما بصير تروحي؟ لكي لا عبورة لا، عم توصلني اخبار كتير موثوقة انه عم يتحسن. بالله من هذا الجاسوس تبعي؟ ايه بحلف 100 يمين انه هذا الجاسوس تبعك جاسوس عليكي من تحت لتحت. انسام عم تدق لي صارت لي راسي. وليش عم تدق كل هالقد؟ مو قايلتي لانك انت هون؟ بلا قلت انه شو عامل؟ خلص طنشيها. أنا لازم روح. عادي عبورة كمان أنسام دقيت. لا لا مشان عمو سلام يلا باي. ماشي. بتعرفي شو أنا بنسحي. رضاي لك أخذيني معك تكوني لحالي. لك تضربوا أنتوا هالصبحية إيه؟ أصحك ما تجي على عرسها. ماشي. يلا باي. مع السلامة. صحة. مع السلامة الله معكم. مرحبا. أهلا. وبعدين يعني؟ آه وبعدين؟ أنت بدك تعيش حياتك وأنا ضل هون مدفوني بالحياة؟ إيه لا يا سيدي، ما حذرت بنوب. بدي روح على عرس رفيقتي وبدي أرقص وبدي أخلع وأتشخلع، وهلأ رح أستعين بصديق. مرحبا عمو. أهلين يا بنتي. عمو معلش اطلب منك طلب. اتفضل يا بنتي. عمو
من شان الله يا عم، من شان الله. عرس رفيقتي رحمه بكره، معلش روح. ويزن؟ يزن يزن يمكن ما بده يروح، وما بعرف اذا بده يعني يروح. انا كمان مو على كيفه، روحي، نحن منعرف مين عنا. ماشي يا عمو، الله يخلي لي اياك يا رب. باي. مع السلامة. ولك يس يس، ورايحة على العرس، وخليك داير برات البيت لنصاص الليالي. روح شوف شو بدي البس. كل العالم هلأ لازم تنام لأنه الدنيا ليل. يا الله، نطول ليجي بكرة يا ربي، طول. كل العالم هلأ لازم تفيق، لأنه طلع الصبح، وتحديداً بأرض الديار اللي ربي فيها أمين، هو وأبوه وعمه وجده. بس ما بعرف ليش خايفة يا ربي، شو هالحالة؟ مع أنه الكل فرحان مشاني، بس أنا لهلأ مو فرحانة مشان حالي. لهلأ أتني خايفة، ليش خايفة ما بعرف. ولأنه اليوم عرسي. Thank you.
شو؟ 10 سنين وبرجع لك، استنيني. شرفوا. أنا رايحة أجهز حالي مشان العرس. كيفك ماما؟ أنا حبيت أبعث لكم رسالة صوتية وتشكرك يا بابا وتشكرك يا ماما لأني صرت تشتوش. صرت تشتوش أنا تشتوش. شي عندك السهران هون للصبح. هذا تكرم عيونك. لا تناقشني مثل ما بدك. هيك لكان انا هون والخانم هنيك هي وافراد العصابه على فقش ورقص وعلى دلعونه لك. خير خير ليش عم تطلع فيني؟ بالبنوك العام تطلع خال شبه روق رايك بعد لك هم انت ولا تجيب سيره الملوك وخاصه هون الكينج كان اشطر مني ما طلع له معي الا بالغدر بالخيانه كنت سمعان السمع مو مثل الشوفه ايوه اذا سمحت اذا سمحت لا تصغر انقلع المحل بطن إلى محلك أخي. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.